تقول فيما يتعلق باستخدام النرد كوسيلة تعليمية أو تحفيزية للطلاب الصغار، حيث يلقي هذا النرد إذا مثلا خرج رقم 6 يأخذ الهدية رقم 6 وهكذا، الحكم الشرعي في ذلك؟ هو يا أخي النرد ليس هو الزهرة التي يرمى بها، النرد لعبة مكونة من عمل فيه هذه الزهرة التي تستعمل بطريقة معينة لإجراء هذا العمل، هذه اللعبة. فإذا استعملت هذه الزهرة في شيء مباح كإخراج المستحق، مثلا عندي 10 هدايا أو سحب على هدايا، واستعملت هذا لإخراج المستحق أو لإخراج من تكون من نصيبي في مكان تكون القرعة فيه صحيحة ومأذون فيها، فإن هذا لا بأس به، وليس هذا من النرد، ليس هذا من النرد المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في مسلم وغيره.